فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يقول إنه ينبغي لنا ألا نفرط في مدح الصحابة كلهم، لأن من بينهم منافقين ونحن لا نعلمهم. هذا مدخل لتنقص الصحابة، هذا يريد أن يدخل عليكم الشكوك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا داعية ضلال، فلا تلتفتوا إلى كلامه. نعم.